في معنى عسل بشهده ومعنى نحل، والمنطق بيقول انه النحل هو اللي بجيب العسل، فخلونا نحطهم اثنيناتهم مع بعض ونشوف شلون حتطلع طعمتهم سوا. اول شيء نفتح علبة العسل. ليكو ما شاء الله شكله بجنن، يا سبحان الله ريحته كتير عسل. وهلأ نفتح كيس النحل، ما شاء الله النحلات حجمهم كتير كبير. طيب خلينا نحط كم حبة نحل بقلب العسل. ما بعرف ليش كل الحشرات نفس الريحة. خلينا نحط النحلات. شلون بدي شيلها هاي؟ وهذا هو الشكل النهائي. نجرب الطعم ونقول بسم الله. مقبولة. بالنسبة للطعمة ما أنا كتير مميزة، والطعمة طعمة عسل عادية جدا، طعمة النحل ما أنا مبينة، رغم هيك 8 من 10.